مشترك في إدارة الأعمال مع جامعة هيريت وات في إدنبرا ليطلعكم على خطوطه العريضة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الدكتور أحمد الحراني مؤسس الجامعة، عطوفة الأستاذ الدكتور صادق حامد رئيس الجامعة، سادة أعضاء مجلس العلماء المحترمين، زملائي أعضاء هيئة التدريس، العلماء، الطلبة الكرام، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل في هذا اليوم الكريم بتخريج الفرج الأول من طلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال المشترك التابعة لجامعة هيريت وات البريطانية العريقة. هذا البرنامج المشترك مع جامعة هيريت وات البريطانية يعكس اهتمامنا كجامعة بتوفير تعليم في مستوى عالمي رفيع لطلبتنا في الأردن وفي الدول العربية. يوفر هذا البرنامج للطلاب نفس المناهج التي تدرس في بريطانيا، ونهتم كجامعة بتوفير أفضل المدرسين والتجهيزات اللازمة لتقديم البرنامج. ولقد انعكس هذا الاهتمام على نتائج طلابنا، حيث أن معدل النجاح والتميز لطلاب جامعة عمان الأهلية هو من أعلى معدلات النجاح لطلاب مدرسة إدنبرا للأعمال في كل مراكزهم في العالم. وتعمل الجامعة حالياً على التوسع في هذه البرامج العالمية المتميزة، وستطرح الجامعة قريباً برامج أخرى لتلبية حاجات السوق ولتوفير أفضل البرامج لطلبتها. وباسم أسرة الجامعة وأسرة كلية العلوم الإدارية والمالية، أزف أسمى التهاني لطلابنا الخريجين، متمنياً لهم التوفيق لخدمة بلدنا العزيز الأردن ولأمتنا العربية، كما أزف التهنئة لأسرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأهل الكريم، تحرص جامعة عمان الأهلية على توفير بيئة خصبة تحفز فيها التعلم والتعليم، وتغرس فيها لواء البحث العلمي شعاراً نحو التطور والتجدد. فها هي جامعتنا ترتقي مكانتها في مدرج صروح العلم محلياً وعربياً، وتشارك أجيالها العديدة في بناء خلاق ومبدع. إن أبناء جامعة عمان الأهلية هم شباب يعشق التفكير ويصبو إلى الإبداع ويشغله التميز. إنه شباب يحترف آلية التعلم من أجل البناء. إنه شباب لا يبني لمجرد أن يعلو في البنيان، وإنما يبني ليكون البناء متيناً شديداً كحاله هو. هذا هو إنتاج جامعة عمان الأهلية، شباب طموح متميز يسكن الوطن ضميره ويشخص العلا دوما امام ناظريه. والان مع كلمه الخريجين تلقيها عليكم الطالبه ايه حسن عويضه من كليه العلوم الاداريه والماليه، فلتتفضل مشكوره. والصلاة والسلام على قارئ القرآن بلا ورق،
والقول الذي لا يكذب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عطوفة الدكتور أحمد الحوراني راعي الحفل الأكرم، عطوفة الدكتور صادق حامد رئيس الجامعة الأكرم، السادة أعضاء مجلس الأمناء الأكارم، السادة العمداء أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المحترمين، الحفل الكريم، الخريجون والخريجات، أحييكم تحية الإسلام الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني اليوم أن أقف ممثلة لخريجي جامعة عمان الأهلية للفوج 21. أيتها الوجوه الطيبة، آباءنا، أمهاتنا، إخواننا، أساتذتنا، جامعتنا وشعبنا، أتى الغد البعيد فصار حاضرا قريبا، وخرجنا من رحم هذه الأم الولود لنكون حيث تحبون وكيف تحبون. خرجنا من رحم جامعة عمان الأهلية التي رسمت اسمها على جبين كل واحد فينا وساما من سؤدد وافتخار. طوبى لنا أن كانت لنا هذه أما ولشعبها نجمة تسرج الليل فلا يضل فيها المستبين. شكرا، كما قد قالها النارنج للمطر إذ حين يخطل فوقنا نخضر كالشجر. شكرا كهذا الشكر من قلبي، وليت الشكر ينصفه هنا قلمي. شكرا لأهلي أنهم حملوا على أكتافهم حلمي. شكرا لجامعتي التي علمتني كيف أقف على القمم. شكرا لراعي نهضتنا وباني حضارتنا جلالة الملك عبد الله الثاني، حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله. أقول لكم بأن العلم حياة، وقد أخذ خريجون على عاتقهم أن يعيشونها قادة عظماء. إنهم قادة التغيير نحو مستقبل أفضل، وعلى حد قول المتنبي، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فها هم خريجون ينطلقون بناة في قلاع الوطن، طيورا في سماء الفكر، وأملاً زكياً تتغذى منه شرايين الأمة. والآن ليتفضل الدكتور باسل الحنينة عميد كلية الهندسة لإلقاء بيان التخريج. عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، لقد أتم هؤلاء الطلبة متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصاتهم بكليات الجامعة المختلفة، ومنهم من أتم متطلبات الحصول على درجة الماجستير. وبناء على تنسيب مجالس الأقسام وتوصية مجالس الكليات، قرر مجلس العمداء منحهم الدرجات العلمية التي يستحقونها. أرجو التكرم باستكمال إجراءات منحهم تلك الدرجات بتسليمهم شهاداتهم التي يستحقونها.
فلتبدأ مراسم توزيع الشهادات على الخريجين. الآن مع وقايع توزيع الشهادات. ونبدأها بطلبة الماجستير. ماجستير العلوم الصيدلانية. الأول على التخصص أمامي رشاد أحمد العالي. أنس محمد شتير. طارق عياد أحمد رمان. زينب شيروان شوكت. ماجستير علم النفس الكلينيكي. الأول على التخصص حنان باسم محمود عمي. آية عبد الرؤوف محمد شايب. عليل ردي نعيم غردوثي. سيرين ربيع البنا. وليد عموري عموري. زاهر رياض عارف سعدي. كروان نزيه عواد. رائد عامر خليل ابو سيام. طلبة ماجستير إدارة الأعمال المشترك MBA. الأول على التخصص لنا يحيى طلعت محمد رفعت الخيري. أحمد يونس عبد الرحمن الدرباشي. انتصار محمود عساكر. عبد الرحمن عمر أحمد أبو دي. ثانيا مع طلبة البكالوريوس. كلية تقنية المعلومات. تخصص علم الحاسوب. الأول على التخصص فاروق رائد محمود قزبك. مهند محمد زاهر. محمد نمر محمد الحداد. محمد نجاح عادل الأدهم. تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية. مهند عمر محمد السيوط. تخصص هندسة البرمجيات. الأول على التخصص إياد عادل فرحان حداد. هالة عبد الله محمد الحوراني. سامي داوود سعيد الطبيل. رامي يوسف عبد اللطيف ناصر. غفران محمد أحمد البليلات. محمد أحمد محمد الدسوقي. عبد الله محمد فاضل السامرائي. أيمن محمد عبد الفتاح الفاعولي. عبد الله محمد نعيم وقاد. أحمد وائل محمود أبو شايب. مصطفى سليمان فرناوي. كامل حزام وين شرفوا السلام.
علي حسين خوالد، سالم محمد خير سعد دحدح. كلية العلوم الإدارية والمالية، تخصص إدارة الأعمال. الأول على التخصص محمد خالد أحمد سيوف.